هنقدر نشرح كام حاجه بقى بناء على الاكزامبلز اللي احنا اكزامبل تو اكزامبلز اللي احنا خدناهم ونأكد شويه شويه حاجات وافهم شويه الكلام ده عشان ده مهم ليك. When the page is loaded يعني امتى الصفحه بتلود على البراوزر وبتتعرض، في شويه حاجات بتحصل عشان تحصل عشان يحصل ده، كذا خطوه بتتم الاول. اول حاجه ال HTML document ذات نفسه بيتحمل على البراوزر خلاص كده، والبراوزر بيبدا يقرا الانجلر جي اس وجافا سكريبت بيبداوا يتحملوا كفايلات لو انت عامل فايلات منفصله خلاص كده. وبعدين يبدا الانجلر يشتغل الكود بتاعه، وبعدين الجافا سكريبت تربط لك الكنترولرز بالايه بال HTML الخطوات كده خلاص. بعد ما اتربطت الانجلر بتمشي، او الانجلر بتعمل ايه، بتمشي الانجلر بتسكان يعني بتمشي على صفحه ال HTML كلها بتدور على الانجلر اب والفيوز بتاعتها وتربطها مع الكنترولر خلاص. وانس فيو از لوكيتد يعني اول ما عرف الفيو اهو ده الفيو ده خلاص عرفته وانا الكنترولر بتاعه خلاص، يبدا يشغل الايه الكود، لا الكود اللي جوه اللي هو ده توصل فين دلوقتي، هيبدا ينفذه دلوقتي بعد المراحل اللي احنا قلناها دي كلها ما عدت خلاص كده. حلو قوي، يبقى عدى بالمراحل دي كلها، اتش ام ال صفحه قامت، الجافا سكريبت والانجلر فايلز بتحمل، الجافا سكريبت بتبدا تعمل بتشوف الكنترولر بتاعت الفانكشنز، بعد كده الانجلر بتمشي بتدور في الصفحه على كل ايه على كل فيو تجوزه مع كنترولر ليا خلاص. وبعد كده اول ما جوزت او اول ما لقيته يقوم ايه يبدا الكود بتاعه ايه يبدا الكود بتاعه يرن في حاجه لغايه دلوقتي. وبعد ما الكود بتاعه يرن ترندر الفيو يعني تبدا تشوف النتيجه تطلع لك، عشان شفنا اللي احنا قلنا ده الخطوات الاساسيه للتحميل الكود ده كله بالعرض. خمس ثواني ولا حتى ربع ثانيه، هو ده كل ده انت وانت وانت ايش داري على الساعه على طول. لكن واحد يقول لي بقى بس ملف الجافا سكريبت عندي حجمه 2 ميجا، اقول له طب روح روح انت عايز ايه دلوقتي؟ حسب برضه يعني هي طب يعني زي المثال اللي احنا عملناه ده ولا حاجه، استفدت بس التحميل مش اكتر من كده. لكن لو انت جيت اتكلمت بقى في حاجه مثلا انت بقى معشيها شغل كتير وملفات كتير و الواحد التخينه ما بتروح مشوار غير الخفيفه صح ولا ايه؟ نفس الشغل بالظبط، انت معاش الدنيا شغل وكود وكلام، انت عملت كم من ملفات والشغل عمال يكبر منك خلاص. حاجه ثانيه عايز اقول بقى، ال البيج بتعدي بستبس. اول حاجه بلود الفريم ورك اللي هو التاج اللي عملناه فوق عشان ننادي على الانجل خلاص، اللي هو ايه حد فاكر سكريبت واس ار سي، واديته المسار بتاع الايه بتاع الانجلر او كنت حاطه عندي في البروجكت ونريت عليه، ده اسمها كده اول حاجه لود الفريم ورك. تاني حاجه، تاني خطوه عملناها عملنا ديفاين الانجلر ابلكيشن، يعني سمينا الابلكيشن بتاعنا اللي عملنا ان 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 جي اب وسميناه ايه ماي اب، يبقى عملنا ايه سمينا البروجكت. بعد كده عملنا ايه عملنا موديل دايركتيف، الموديل ده عشان ابدا انا اخليه يكلم مين يعني فيو خلاص، عشان اقدر اخليه يكلم كنترولر، فسمينا ان جي موديل دايركتيف، استخدمنا ان جي موديل دايركتيف. بعد كده عايزين نربط دوت، فعملنا ايه بايند للفاليو اللي هي جايه من الموديل، الفاليو كمان اللي هي جايه من الموديل طبعا بنبعتها كلها على السكوب خلاص، ونربطها ونعرضها بالكنترولر بتاعها. هنتعرف بقى حاجات ثانيه ممكن ان جي بايند والكلام ده كله حلو قوي، بس حتى الان دي الخطوات الاساسيه. كلام جميل. الام في سي بقى دورها فين بقى هنا عشان ابقى فاهم كام في سي؟ الموديل بتاعك هو اقل ليفل في الشغل بتاعنا خلاص كده، يعني الليفل الاساسي اللي تحت هو بيستقبل طلب من فيو معين اتش 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 1 مش عارف ديفايه مش عارف كده يعني خلاص، ويبدا يكلم الكنترولر عشان يحدث نفسه. يبقى الموديل ببساطه احنا شفناه في الاكزامبل اللي كنا عاملينه، الموديل ببساطه خلاص هو عبارة عن فيو ام على البراوزر، فالفيو ده هي ايه؟
هيعمل له ايه؟ هينعشه كده عشان يبدا يشتغل خلاص كده. فيبدا هو يكلم مين؟ الكنترولر، ويسحب منه الشغل بتاعه، فيبدا يخلي الكنترولر يرمي له وهو يبدا ايه يعمل ده. كده فكره الايه الموديل. حلو كده. يعني يعتبر كده انت حتى الان كده هو بالنسبه لك هو اللي قوم الايه الكنترولر، وهيبدا يعرض البيانات على الفيو. بس كده الحاجات اللي احنا بنكتبها كل احنا بنكتبه ده الكنترولر. طب اسمعهم واعيدهم لك تاني، يعني اسمع الثلاثه مره واحده كده، جيب منهم اللي تجيبه وبعد كده ارجعهم لك تاني. خلاص. الفيو هو الجزء في الشاشه اللي هيتعرض فيه الشغل. خلاص كده. وبيقول لك هنا targeted by the controller decision، يعني 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 التريجر، معلش التريجر يعني يعني ضربه زنان. خلاص. يعني بيبدا يشتغل بناء على القرار اللي جاي من مين؟ من الكنترولر. الكنترولر نادى على حاجه معينه بيشغل، الكنترولر كلم كنترول معين بيشغل. خلاص كده. حلو قوي. الفيو هو الحاجات المعروضه على الشاشه، سواء كان كنترول انبوت، كان مش عارف ايه، كان اي حاجه موجوده على الشاشه. خلاص كده. الكنترولر ذات نفسه هو السوفت وير كود، خلاص، اللي بيتحكم في الانتر اكشن ما بين الموديل والفيو، اللي بيتحكم في الاساس ما بين الموديل والايه والفيو. بيقول لك مثلا الكنترولر ممكن يستقبل الانبوتس، اي انبوتس بتدخلها يفاليديت عليها، خلاص، ويقدر يحط عليها البيزنس اوبريشنز او البيزنس لوجيك. البيزنس لوجيك مقصود بايه؟ البيزنس لوجيك التفكير الشغل بتاعك، انت عايز مثلا تقول ايه؟ لو كان كذا يعمل له عليه خصم، ولو ما كانش يعمل عليه مش عارف ايه، ده اسمه البيزنس لوجيك، اللي هو على حسب انت بتفكر فيه. خلاص كده؟ يبقى عرفنا كده ان الكنترولر كود، الفيو هو مين؟ هو العرض العادي، والموديل هو ايه؟ حلقه الوسط. صح كده؟ يعني انا كده اكتر من كده اختصار ايه؟ انا عملتها نص جمله. يعني اول حاجه اللي بتقوم بيكون الموديل، بيخلي الفيو مين قال لك اول حاجه بتقوم دلوقتي؟ اول حاجه بتقعد، انا مش عارف اليوم اللي يقعد دلوقتي. انت عايز تقول لي الموديل بيعمل ايه والفيو بيعمل ايه والكنترول بيعمل ايه؟ مين بيقوم ومين بيقعد؟ كانت السلايد اللي فاتت. طب مش عارف انت مثلا طب سيبوا الراجل ياخد فرصته بعد كده يشوف البلت ان في الحته اللي بتطلع عليها دي، اروح معاك فيها. قول يا الفيو واجهه المستخدم، والموديل اللي بيربط بين الفيو والكنترولر هو الكود او اللوجيك بتاعك. لا الكود او اللوجيك بتاعها الكنترولر. لا ما هو الكنترولر يا عم ايدك اليمين. الكنترولر دي الكود واللوجيك بتاعها. وقفل اللي هتضربه ده مين؟ الفيو. خلاص دماغك بقى هي اللي شغالت خلت ده. ده مين بقى؟ ده الموديل بقى، موديل السكع. ده موديل اسمه موديل السكع. خلاص كده؟ وصلت كده؟ انا عارف هتفتكر الضربه وهتفتكر القفه وهتطلع وتنسى برضه الموديل والفيو والكنترولر برضه. هو قال لك اهو ببساطه جدا، ادي الكنترولر كود وادي الفيو اللي هيتعرض عليه الشغل، وقال لك الموديل ممكن يكون هو حتى الداتا ذات نفسها اللي بتتحرك. يعني افتراضا انت شغال على داتابيز، افتراضا، فيبقى الموديل بالنسبه لي ايه؟ الداتابيز. خلاص كده. اللي هي هتبقى ما بين مين ومين؟ الكنترولر ومين؟ والفيو. ولو جيت بصيت هتلاقي فعلا حلقه الوصل، ادي الفيو بيتكلم مع الموديل، والموديل هو بيتكلم مع مين؟ مع الكنترولر. هو حلقه الوصل بتشتغل بينهم، الكنترولر بيشتغل عليه والفيو برضه بيشتغل ايه؟ بيشتغل عليه. خلاص. طبعا الايفنت اللي حصل ده يعني الحدث اللي حصل خلى الليله دي تقوم، قد تكون حدث تحميل، حدث كليك، حدث احداث كتير. حلو كده اهو، خلصنا من فكره الام بي سي. خلاص. دلوقتي هيبدا يمسك في اول نوع من انواع بقى، ثاني نوع من انواع. خدنا الثري ميجرز اي تايبس اللي هم الثلاث انواع الرئيسيه. دلوقتي هيبدا يتكلم على الدايركتيفز. فاكرين الدايركتيف؟ حلو قوي. الدايركتيف خدنا ان جي اب. حد زعلان من كده بحاجه؟ طيب. هو بيقول لك في سبيشال اتريبيوتس. سبيشال اتريبيوتس احنا عندنا مثلا اتريبيوتس، مثلا لو جينا قلنا مثلا تاج من تاجات الاتش ام ال الشهير مثلا، حد يديني اي اسم زي تاج شهير، انا مش فاكر اي حاجه. تيبل. خلاص كده. التيبل ده ممكن تقوم واخد سبيس كده وتقول له ايه مثلا؟ بي جي كلر ده اتريبيوت، ممكن تقول له ستايل ده اتريبيوت، ممكن تقول له كلاس ده اتريبيوت، ممكن تقول له سيل بادنج مش عارف سيل سبيسنج، ممكن تقول له كل الاتريبيوتس ممكن احطها على ايه؟ على تاج اسمه التيبل. صح كده؟ واصلين دي؟ دي بقى سبيشال اتريبيوتس، يعني اتريبيوتس برضه من ضمن الاتريبيوتس بس ايه خاصه شويه بالانجل. خلاص كده؟ كلها بتبدا بان جي داش، ده البريفكس بتاعها. يعني ان
ان جي داش تبقى انت عارف ان ده البريفكس بتاع الدايركتيف. خلاص كده البريفكس بتاع اي دايركتيف جوه الانجلر. خلاص كده. وهو دايركتيف يستخدم تو اكستند الاكس اتش تي ام ال عشان يعمل تحديث او توسيع بفكره التاج بتاع التيبل. خلاص هو في شويه اتريبيوتس جاهزه. اقول ان جي داش وتدي له حاجه معينه بقى تشتغل عليها كده خلاص خرجت بقى وخليت بقى ان الانجلر هتعمل شغل مختلف عن اي ايه؟ عن اي اتريبيوت عادي جوه الاتش تي ام ال. هجيب لك اكستند الاتش تي ام ال. خلاص كده؟ حدش بيرد يبقى خلاص. اشهر الحاجات دي عرفناها الان جي اب. خلاص وقلنا ده دايركتيف بيستارت الابلكيشن بتاع مين؟ الانجلر. بيقوم الابلكيشن بتاع الانجلر ذات نفسه. وعندي ان جي انيشيشن يعني او تجهيز مبدئي وده دايركتيف بتاع الانشاليزيشن الابلكيشن داتا بيبدا يجهز الابلكيشن بالداتا. خلاص وده بيستخدم دايما عشان احط قيم خلاص للابلكيشن ذات نفسه. صار الابلكيشن جاي يقوم وهو محتاج عشان يقوم حاجات معينه مسارات معينه بيانات معينه مكان بيانات معينه عشان يبدا الابلكيشن اصلا يقوم محتاج اسم الداتابيز عشان يجيب منها داتا مثلا في ابلكيشن لما يقوم بيجيب لك داتا مثلا فانت محتاج شويه بارامترز لازم تتظبط للابلكيشن ذات نفسه. خلاص فتيجي مثلا تعالى بص على مش اكزامبل هو مثال صغير مش اكزامبل يعني قال لك ديف وسماه ان جي اب ده اسم الابلكيشن ممكن تسيبه فاضي وقال لك ان جي انيشيشن عايز اجهز ده بحاجات وقال لك ايه التاج حاجه اسمها كانتريز وقال لك بتساوي خلاص كده وفتح قوس ايه الاساس وقوس قفله اللي هو قوس المربع ده البريسز دي وقال لك بقى ايه لوكال على مثلا يو اس والنيم خد بالك يعني انا عايز اوديك الحته دي عشان الحته دي محتاج ان احنا نفهمها شويه عشان دي شغل خاص بالجيسون وجيسون لازم اكتب الباب بالكامل يعني بقى نبص عليه كده ونركز يعني خد بالك ادي البدايه اهو حد معترض كده؟ خلاص؟ دي جواه بقى طبعا ترتيب الكود في حد ذاته شيء مهم لكن الناس اللي بتكتب بقى كله عك ده بيبقى مشكله كبيره حتى بيجي يرجع يراجع يعدل الدنيا صعبه جدا لكن الترتيب بيريح حتى لما تيجي ترجع عندك ايرور تعرف تدور في الايرور فين هو بتقعد طول اليوم بتدور في اخر لفظك زهقت من الابلكيشن ناس تقول مش عارف مين اللي كتب الكلام ده وانت ما فيش حد برمجه غيرك انت. خلاص كده؟ ده كده بص خد بالك عمل ايه؟ اكنك بتقول اتريبيوت اسمه لوكال شايل قيمه ان اي ان يو اس كوما والنيم بتاعه هيبقى يونايتد ستيتس صح كده؟ لوكال بيساوي صح كده؟ اي ان جي بي والنيم بتاعه يونايتد كينجدم صح كده؟ والى اخره فهمت الفكره؟ كل ماشي عامل ايه يعني بير يعني ازواج من القيم اسمها ايه فاريبل وقيمه فاريبل وقيمه كيو فاليو كيو فاليو كيو فاليو خلاص كده كلام جميل دي كده خد بالك اداها فين في حاجه اسمها ان جي انيشيت صح خد بالك عشان نبدا نخش في الشغل بقى ان جي انيشيت شايل القيم دي وابدا احط الكود هنا تحت ان جي موديل احنا خدناه من شويه وقلنا ده دايركتيف ديفاين الموديل بيعرف لك الفاريبل اللي ممكن يستلم منك الشغل زي ما عملنا قبل كده مثلا انتر يور نيم والانبوت كان ان جي بي ان جي اسف موديل والنيم فالنيم فوق متسلم قيم ياخد منه صح كده؟ حتى الان كده في مشكله؟ طيب في دايركتيف تاني مهم جدا من اخطر الدايركتيفز الموجوده ان جي ريبيت ايه ريبيت ده بقى؟ بيبدا يتكرر مع الداتا اللي موجوده ده دايركتيف بيريبيت يعني بيعيد ال HTML اللي هو موجود فيه مع كل ايتم يعني لو عندي اري عايز اربيها كده خلاص فيها ايتمز صح كده وانا عايز احط ايتم معين في HTML معين ولو حطيته في ريبيت يبدا ايه نفس ال HTML ده يتكرر مع كل ايتم لغايه ما يخلص كل العناصر في الاري واحد وانت انت ولا انت جاي
اكنها لوب بس من غير لوب. يعني على سبيل المثال، خلينا على سبيل المثال، شايفين اللي احنا عملناه بتاع اللوكال دوت والنيم بتاع البلد، وانا عايز اشتغل عليه جوه، قمت عامل ايه؟ ادي الان جي بي اب ماشي او ال وسلاش او ال، جينا بقى في ال اي، فانا عايز اكرر كل ال اي مع كل بلد، كل ال اي مع كل بلد، مع كل بلد ينزل لي ال اي، مع كل بلد ينزل لي ال اي، مفهوم الفكره؟ قمت عامل زي ال اي، قمت جايب ان جي ريبيت، قمت جايب ان جي ايه؟ ريبيت، وقلت له كانتري ان كانتريز. ايه كانتري ان كانتريز؟ ده كلام كده يعني؟ لا مش كلام كده. كانتريز يعني اسم الاوبجكت اللي شايل الاري، لو رجعت كده باك هتلاقي احنا كنا مسمينها ايه؟ اهو كنا مسمينها ايه؟ كانتريز. خلاص كده؟ حلو 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 حلو. امال مين كانتري دي بقى؟ ما ينفعش اسميها عباس ان كانتريز، حتى اسم حلو كده وينفع اسم فيلم. ينفع؟ ينفع. حط الاسم اللي على مزاجك. الفكره بتاعته ايه؟ الفكره بتاعته ايه؟ ده الحته بتاعت ال اي دي لغايه سلاش ال اي دي، طالما حاطط لها ان جي ريبيت يبقى هت ايه؟ هتتكرر. تعال نقول ان الكانتريز فيها ثلاث حاجات، يونايتد ستيت ويونايتد كينجدم، وكانت الثالثه ايه؟ فرانس. ماشي، ادي كده ثلاثه صح كده؟ المتهيألي اللي هتحط اسمه هنا سواء كان كانتري او عباس في اللفه الاولى هيبقى باي ديفولت شايل يونايتد ستيت. تاني مرة هيكرر نفس الشغل بس هيبقى شايل تاني عنصر او تاني اليمنت في الاري اللي هو يونايتد كينجدم. تاني بس بصوا انت ما عادش حاجة، انت بتتفرج كل هو بيعمل لوحده، فاهم انت ما تديش حاجة. تالت مرة ما هي فور اتش، واحد يقول لي هي الفور، واحد يقول لي هي الفور اتش، هو والله ما هو. واحد يقول لي بقى ايه ريكيرجن فانكشن، التاني يقول لي ما هم يا عم هي هي يا عم. خلاص؟ ويبدا خلاص كل مرة بيشيل ايه؟ كل مرة بيشيل element من الاري، ويجي بقى هنا هو بقى ايه اللي انت عامله بقى؟ قلت له عايزين نعمل لود. طبعا احنا عارفين ده صح كده ولا مش عارفين ده؟ احنا بنسميه اكسبريشن، بنسميه اكسبريشن بتاع الانجلر اللي هو قوسين مربعين، قوسين مجموعه كده وقوسين مجموعه ناحيه ثانيه، واللي جواهم هيبقى اكسبريشن الكود بتاع الانجلر هيشتغل عليه. حط ما بين سنجل كوت كلمه كانتري وكولون، ايه اللي هيحصل؟ تنزل كما هي، لو ما بين سنجل كوت او بين دبل كوت تنزل زي ما هي، تطبع زي ما هي، زي ما هي. جنبيها ده عامل بلس اللي هي بيسميها ايه؟ كونكاتينيشن اوبريتور، بس جنبيها الزق لي جنبيها. خلاص روح على الكانتري، هات النيم. ايه الكانتري؟ هات النيم ده واحده واحده. احنا مش قلنا الكانتري هيشيل اول اليمنت جوه الكانتريز؟ طب الكانتريز كان عباره عن ايه اول حاجه؟ اهو صح ولا لا؟ اهو شايل حاجتين لوكال ونيم، فاكنك عملت ايه؟ كانتري دوت نيم يجيب لي يونايتد ستيت، كانتري دوت لوكال يجيب لي مين؟ اي ام يو اس. فهمنا الفكره ديت؟ خلاص؟ حلو قوي. فقلت له كانتري دوت نيم، طيب كلام جميل. وجنبيها يعني الزق اللي فيها يعني كونكاتينيشن اوبريتور، حط كلمه ما بين سنجل كود تنزل كما هو، ما تشغلش بقى كان فيها سنجل كود سنجل كود وموكوما، طبعا بين سنجل كود تنزل ايه؟ از ات از تمام، كوما ولوكال وكولون ماشي تنزل زي ما هي. بعدها قال لك والزق اللي جنبيها يعني كونكاتينيشن اوبريتور كلمه كانتري دوت ايه؟ دوت لوكال، هيجيب لك الايه اللوكال بتاعها اللي هو اي ان داش يو اس مش عارف. بس كده تلاقي بقى العاف، لو دي لو 20 سطر، لو جاي من الداتابيز، لو انت عامل الداتابيز كده فيها جدول طويل التيله وانت هتخرجه كجيسون، هتبعته بنفس الطريقه وهتطلعه بنفس الطريقه وهيرص لك بنفس الطريقه، مفيش عنده اي مشكله بالسطر ده. تمام كده؟ كلام جميل. لا مين ما تيجي نشوف مش احسن برضو ولا ايه؟ تعال نشوف ده كله بعض لما يتعك على بعضه هيعمل ايه؟ هنشيل ده كله، ادي يا عمي والسكريبت بلا سكريبت بلا ما سكريبتش. خلاص كده؟ حلو قوي. انت جاي كده اتش 1 ده اسمه كده اسم الابلكيشن بتاعنا. خلاص انت عامل ديفاي بنت حلال، طبعا انتوا عارفين ديفاي يعني ايه؟ عقيمه ما عندهاش اصلا اي اتريبيوتس، بس هنجيب لها احنا ايه؟ اديشنال اتريبيوتس. فقلت له ان جي اب
واحد يقول لي الاب فوق ما مش ما ينفعش تحطه ده خلاص بقى خلاص ما هو موجود فوق اهو ماشي بس مش اب جواه يعني ده اب وده اب لا ما بيعملش احط حاجات جوه حاجات يعني شايف لا هينفع هينفع هو هنا هينفع شغال ما قلتش عنده مشكله بس انت اللي هيجي لك تخلف انت مش تفهم الحاجه هحفله جنبي خلاص احنا اخرنا بنطمح ان احنا نعمل ابلكيشن فبلاش نتوسع عشان ما نعملش يعني خلاص ماي اب او هنسيب اسمه ممكن ده واحد قال لي مثلا سيب شبنا اسمه كده اه اللي حصل هي طلع ايرور ولا ياخد ديفولت ولا ياخد اي حاجه خلاص اسم ما فيش اسم مشروع هيعتبر ايه بقى ان ما ينفعش اختار ما ينفعش تطلب بقى بكنترولر والكنترولر ينادي على مفيش بقى هيبقى عايز اسم مشروع كنترولر عشان يقوم وتعمل مديول انجلر مديول هتنادي على اسم البروجكت مفيش فمعناه انت هتشتغل على الطاير كله ان ذا فلاي فمش محتاج اسم اي حاجه في الجافا سكريبت مريحه مش انت مش هتستخدمها ثاني مش هتناديها مش هتناديها ما تسميهاش خلاص كده حلو قوي كلام جميل قاعد فين قال لك ان جي داش انيشيت ومعناها انيشيت ده هيعمل ايه ها بيانات هنستخدمها اول من الابلكيشن يوم قلت له حلو قوي قوي انا عايز البيانات دي حد زعلان من ده قلت له عايز البيانات دي قمت راميها هنا حد زعلان حاجه كده كل الكلام ده جوه لسه جوه الايه جوه الديفاين كل اللي فوق ده مش محتاجه دلوقتي يعني في حاجات هعديها من المثال انا عايز اركز على عارف ايه هو بيتكلم في الاول يقول لك دخل اسمك وبعد كده عمل لك ان جي موديل وبعد كده بيعرضه في الليبل والكلام ده كله انا هعدي ماشي وده مش مهمتنا دلوقتي احنا عملناه اصلا في اول ابلكيشن احنا قابلناه خلاص انا هاجي دلوقتي واعمل كده بي وقلت له ليست اوف كانتريز بس كده وجيت هنا وتعمل او ال اوردر ليست تطلع مترقمه خلاص وجيت على اول ال اي ابن حلال انا لو جيت هنا كده عملت كده بص انا عايز اعمل ايه عايز اقول كده عايز اقول كانتري اسمعني يا عم انت ما تسقسقش كانتري واقول مثلا ايه ايجنت خلاص ومايل مثلا لوكال ايه بيتكلم صح يقولوا ريحوا خلاص انت بتتكلم صح طب كده بصينا كده حتى الان بص معايا على اللي هيحصل كتب لي كانتري ايجيبت واللوكال بتاعها اي ار اي جي صح كده المفروض انا عايز اطلع بيت الداتا على كوبي وبيست كوبي وبيست كوبي وبيست دي اللي احنا عايزين ايه نتخطاها خلاص ده اللي احنا عايزين نتخطاها في حاجات هنا المفروض ثابته في حاجات هنا ايه متغيره يبقى ده اكسبريشن بتاع مين ده كده سوري اكسبريشن بتاع الانجلر اكسبريشن بتاع الانجلر هنا طالما ان الكلام ده هو كده في حته دي كده كانتري والكلام ده والكولوم والكلام ده كلام زي الفل ثابت حاططهم من دبل كوتيشن ايجيبت مش ثابته ما ينفعش وجنبيها عايز الزق ده ثابت صح كلام جميل وجنبيها عايز الزق الايه؟ اللوكال بقى ذات نفسها الحته الاكسبريشن ده كله هحطه جوه يعني ليه؟ عشان الانجلر يحس بال ايه؟ عشان الانجلر يحس بالحاجات اللي هي المفروض تتغير خلاص كده كلام جميل انا بالنسبه لي هنا المفترض ان انا اقول ايه؟ عايز الكانتري دوت نيم صح وهنا عايز المفروض اقول ايه كانتري دوت لوك ماشي يا كانتري ماشي انا اسف حلو كده انا اسف تعال هنا انا عايز بشغل ان جي ريبيت طبعا انت لو عايز بالمناسبه لو انت عايز الحاجات دي تظهر لك زي ما بتظهر لنا كده فممكن لو اشتغلت على براكتس مش هتلاقي الكلام ده بيظهر لك مش هتلاقي الاختيارات دي بتظهر لك هتخش هنا على اكستنشن مانجر خلاص
يعني غير كده دلوقتي انا افتكرت انتوا ممكن تجربوا في البيت ما تلاقوش حاجات بتساعدكم يعني. المهم عشان ما تعرفش تلف وتدور اعمل هنا كلمه ايه؟ انجلر. خلاص هجيب عشان حاجات تخص الانجلر كم مكتبتين يخص الانجلر. انستول انستول هتلاقي على ايكون كده اسمها هنا وكده مثلا اسمها انستول. فاهم معناها صح؟ معناها صح بس مش هاخد منك ثواني اصلا كلها ملفات كلام فاضي. خلاص بس لما انت عملت كده خلاص بقى هيبدا بقى ايه. ولو عايزه انه يكتب بي اتش بي مثلا عايزه يكتب نود جي اس ويساعدك في الكتابه عشان كده براكتس. انا بفضله يعني بصراحه بفضله عن اي حاجه. وكمان بيشتغل على 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 الماك على لينكس على ويندوز مش عارف ايه ما فيش مشكله. ما هو اصلا كده عنده ماشي بس هو كده كده هيرن لك هيجيب لك اللايف ريفيو على طول بتاعه مش مشكله يعني. شغال راجل بصراحه محترم بس هو يرن لك كده على البراوزر يعني. ان هو في الاخر مش عايز يزود ويبقى فيه هو يرن خارج البراوزر ولا جوه البرنامج نفسه؟ لا اي برنامج بيرن حتى الفيجوال ستوديو نفسه بينادي على البراوزر. ماشي بس لما يكون جنبك الافضل يبقى اسمه شاشه نصين كده. ما هو كده ماشي. جيت هنا في الريبيت قلت له ايه؟ انا عايز الف على الكانتري صح؟ قمت له ايه؟ اسمك ايه؟ عبد الله. عبد الله خلاص ان كانتريز. خلاص كده عبد الله كل مره يشيل كانتري من الكانتريز كل مره يشيل كانتري من الكانتريز بس. بس انا مش عاجبني يعني. انا بس انا عشان اثبت لك يعني لو جيت انا قلت بقى ايجيبت اقول له اه تعالى دي نسميها اكس خليها كده عشان بس اكس يبقى انا هاجي قلت له قال لي اكس دوت ايه؟ نيل. وهنا ايه اللي هنا اكس دوت ايه؟ تالي كده واضحه صح؟ كده الاكس كل مره هتشيل كانتري من الكانتريز كل مره هتشيل كانتري من الكانتريز. ومشكلتها ان هي إيه حظها الحلو ان كل كانتري من الكانتريز طلع عباره عن ايه؟ عباره عن اري عباره عن زوج من الداتا لوكال وايه؟ ونيم صح؟ احنا ما سيبناش ولا ايه؟ ده سيف وارجع قال لي كانتري هاند سيت كوما واللوكال اي ان يو اس نات كينجدم لوكال اي ان جي بي مش عارف ايه كانتري فرانس صح كده. وما تكتر هو شغال ما بيقولش ايه ما بيقولش لا بس هو مش منسقه عشان احنا منزلين الحاجه ببعضيها بس مش عارف. يعني في لما مثلا كلام مش مظبوط او السطور داخله تحت بعضها. اه لا لا بس عايزك تعمل كده مثلا الحركه اللي بعملها دي اتعلم عليها كده عادي بالشيفت مع تاب بقى او تاب ذات نفسها سوري عشان انت لو عملت كنترول مع تاب هيجي لك على الملف اللي اخر ملف انت فاتحه قبل ايه يعني هو انت عايز تنقل ما بين الملفات يعني في الفيجوال يعني في اه كنت تنسيق عايز يعدله هو علمت عليه وهو اشتغلت بقى بتاع بس خلاص لو دوس كنترول تابع لك ما بين الملفات حلو كده. في مشكله اخر حاجه عايزين نقولها ان شاء الله يعني عايز نقول النهارده يعني ما شفنا الاكزامبل حاجه اسمها انجلر اكسبريشن ده انا هقولها ليه عشان اصلا قلناها اللي هو الاكسبريشن بتاعها خلاص. وده بيبايند الابلكيشن داتا تو الاتش ام ال. ازاي تربط الداتا بالاتش ام ال من خلال ايه؟ من خلال الايه؟ اه اللي هم البريسز دول البريسز اللي هم اقواس المجموعه خلاص. يبقى بنكتب اي اكسبريشن ايه انسايد الايه الدبل بريسز ديت يبقى هو كده فهم يربط الداتا بالايه؟ بالدبل بريسز. طبعا كل حاجه فيها عايز ياكد على حته حاجه ان كلها جافا سكريبت تشتغل يعني ايه؟ لو جيت بصيت كده على 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 الامثله اللي هنا كده على السريع قول لي بقى كبرت ازاي ها؟ مش فاضيين احنا بقى خلاص. عشان قال لك كوست في كوانتيتي يعني تعرف تعمل عمليه ضرب زائد اسمه جمع كل حاجه جافا سكريبت مفتوحه خلاص. فين السنيم كوما ومسافه ودي عملناها من شويه صح؟ ممكن تعمل كيلوت ستودنت دوت كذا مش مشكله خالص. ممكن تستدعي اي حاجه ممكن تستدعي الاري ما يقول اسم الاري وما بين قوسين تدي له رقمها خلاص. كل ده ايه متاح يعني تشتغل مع الاري مع الاوبجكت مع السترنج مع النمبر تشتغل بكل الايه الحاجات العاديه كل الحاجات الايه العاديه.
هيبدا بقى يتكلم على الكنترولرز، واحنا اصلا اتكلمنا على الكنترولرز مش مننا وقت مش شرحناها والله شرحناها خش عليه. قال لك اسمع يا عم، لو لقيت حاجه مش موجوده ما خلينيش اشرحها ماشي. اسمع، بيقول لك الكنترولر ده عباره عن جافا سكريبت كود، وانت ممكن تشيل اتريبيوتس او بروبرتيز او فانكشن زي كلاس في حاجه ديت. كل كنترول معاه واحد اسمه سكوب. السكوب ده بارامتر خلاص بيشاور على الابلكيشن والموديول بتاعك، الابلكيشن بتاعك والموديول بتاعك خلاص كده. وهو حاجه توصل ما اتفقنا الايه التيوب اللي ما بين الايه ما بين الكنترولر وما بين الفيو اللي هيشتغل عليه. وبتعمله ازاي يا عم؟ قال لك ديف ان جي اب وادي ان جي كنترولر. قال لك السيرنت كنترولر وخش عيش بقى واعمل الايه اللي انت عايزه. في مشكله كده، طب هربط الكنترولر ده ازاي؟ عارفين بقوم جاي عامل فانكشن صح سميتها السيرنت كنترولر واديتها مين؟ السكوب. وقوم جاي هنا بقى جوه السكوب ده دوت ستودنت، وقوم مديله بقى الفيرست نيم واللاست نيم والكلام ده كله. الحته دي عشان انتوا بقى شكلكم اتضايقتوا لما دخلت فيها، نخليها المره الجايه مش مشكله، نكمل في الكنترولر ولا ايه؟ يعني على العموم براحتكم مفيش مشكله. انا احنا شفنا الكنترولر اللي احنا بنعرفه بيه بالاب، ومن جوه الاب بديله الكنترولر اللي انا عايز اكلمه. هنتعرف على طريقه، هنتعرف على طريقه ثانيه دلوقتي، يعني كان المفروض ان احنا نتعرف على طريقه ثانيه، فهنخلي الطريقه وفي طريقه ثالثه، ثلاث طرق للكنترولر. فهنخليهم المره الجايه مش مشكله، خدنا واحده وربنا يبارك في الباقي، هو نفس المفهوم مش مشكله.